السلام عليكم أعزائنا الطلبة. الآن الجزء الثاني في موضوع اليونت أوبريشن للمحاضرة الثالثة في موضوع الكونتينيوس ديستيليشن. بهذا الجزء راح ناخذ اكزامبل يكون شامل لكل أنواع الكيو لاين للفيد تري، حيث هو عبارة عن تطبيقات للجزء الأول من المحاضرة الثالثة. نلاحظ هنا الاكزامبل اللي هو عنوانه How to draw feed line for different feed condition. هنا نركز على كلمة الفيد كونديشن طلاب، هنا اقصد بها معناتها من يطلب من عندكم الفيد كونديشن يطلب قيمة الكيو، وعن طريق قيمة الكيو راح نعرف نوع الفيد الداخل للديستليشن. هنا عندنا خليط من البنزين والتلوين، mixture of بنزين and تلوين containing 58% مول بيرسنت للبنزين. اذا معناتها أن الماده الاساسيه اللي اريد افصلها هي البنزين، نسبه هذا البنزين بها هي 58%. is to be separated in continuous column operated at 1 atmosphere total pressure. Draw the feed line for the following feed condition. هنا يطلب من عندنا رسم الكيو لاين حسب نوع الفيد الداخل. عندنا مطينا اياها، مطينا خمس انواع للفيد الداخل. طبعا احنا بالحقيقه السيستم الواحد اللي موجود عندنا طبعا هو نوع واحد من الفيد اللي يدخل عندنا، بس هنا دي يريد يشمل جميع انواع الفيد على مود شلون يعلمكم ترسمون الكيو لاين. اول نوع الفيد الداخل في حالة إذا كان عندنا saturated vapor اللي هو at dew point. ثاني نوع saturated liquid at bubble point. النوع الثالث 65% mass percent vapor، يعني إحنا نمطينا 65% هي vapor partial vaporize. النوع الرابع vapor at 120 centigrade vapor superheated، والنوع الأخير هو liquid at 50 سنتيغريد سب كولد. مطينا ديتا، مطينا سبيسيفيك هيت للبنزين، البي هنا يقصد بها البنزين، هذا البي هو البنزين، الطور مالته هو ليكويد. مطينا سبيسيفيك هيت للبنزين، النوع هو الفيبر. مطينا اللاتنت هيت مضروب في الموليكولر ويت للبنزين. مطينا سبيسيفيك هيت للتلوين ات ليكويد فيس. مطينا سبيسيفيك هيت للتلوين ات فيبر فيس. مطينا حاصل ضرب اللاتنت هيت للتلوين في الموليكولر ويت مالته. مطينا هنا ريفرنس تمبرتشر، الريفرنس تمبرتشر بيقول لنا ات 90، ريفرنس تمبرتشر ات 90. فراح نبدي ناخذ حاله حاله ونبدي نشوف شلون نرسم الكيو لاين. هنا طلاب الحل مالتنا نبدي نخلي المعادله الاساسيه للاوبريتنج للفيد تري، هاي المعادلة قدامنا اللي هي مثل ما قلنا الاوبريتنج اكويشن هي y function of x، ومعامل x هو السلوب مالت q على q ناقص 1 اللي هو هسه راح نعتمد عليه بالحل مالتنا بصورة اساسية. بانه اول حالة راح نقول saturated vapor. saturated vapor من يقول لنا saturated vapor معناتها قيمة الQ مالتي يساوي لنا شنو؟ صفر. من اريد اطبقه بالسلوب، السلوب اللي هو كيو على كيو ناقص 1 شح يساوي لنا؟ صفر على ناقص 1 حينتج عندي، وبالتالي قيمه الكيو حيطلع قيمتها شنو؟ صفر. قيمه الكيو صفر، هذا معناته من اريد ارسمه، من اريد ارسمه واستفاد من عنده بالرسم لايجاد عدد الصواني في الديستليشن، مثل ما قلنا احنا نرسم هذا المربع اللي هو يبدي من الصفر وينتهي بالواحد للاكس اكسس وبالنسبه ايضا للواي اكسس. ارسم خط ال 45، هذا هو خط ال 45 دائما ارسمه، وارسم الاكوليبريم ديتا اللي حسب ما هو يعطيني اياها بالسؤال، هاي الاكوليبريم ديتا مالتي. وابدي ارسم الكيو لاين. الكيو لاين انا المعطيني اياه الزت اف قيمته يقول لي البنزين 58% يعني تقريبا هنا، فهذا الزت اف قيمته 0.85، هذا 0.85. اجي اصعده، هذا هو مكان هذا الزت اف. بما انه دي يقول لي saturated vapor، الساتوريتد فيبر طلاب تكون عاده
السلوب مالتي راح يطلع قيمته صفر، وبالتالي الرسم في حالة إذا كان الفي ساتوريتد فيبر حيكون أفقي، فهذا هو قيمة الكيو يساوي لنا صفر. هذا في حالة منو؟ في حالة ساتوريتد فيبر. الحالة الثانية كأنهم ما عندي الحالة الأولى، نيجي الحالة الثانية. الحالة الثانية يقول لي في حالة إذا كان عندي ساتوريتد ليكويد. بالساتوريتد ليكويد من أريد أطبقه حسب القانون للسلوب اللي موجود عندكم هنا، هذا موجود مكتوب عندنا السلوب كيو على كيو ناقصا واحد، من أطبق له قيمته هنا واحد، المقام حيكون واحد ناقصا واحد، فيكون واحد على صفر، واحد على صفر حيطلع لنا قيمته إنفينيتي. من أريد أرسمه نفس الحالة كأنه هسه هذا ما موجود، هذا من أريد أرسمه أيضا أرسم خط 45، أرجع أرسم خط 45 وهذا الإكوليبريوم ديتا وأرسمه، هذا هو الزيت اف هنا. في حالة ساتوريتد ليكويد بأنه ساتوريتد ليكويد قيمة الكيو يكون قيمته واحد، حيكون عمودي رسمه، فمعناته أستمر أصعد لفوق، هذا قيمة الكيو يساوي لي واحد. هذا في حالة إذا كان عندي فقط ليكويد، هذا الكيو لاين مالتي. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة شو يقول لنا بالسؤال طلاب؟ الحالة الثالثة بأنه شو يقول قيمة الفيبر اللي موجود بالفيد هي 65%. الفيبر اللي موجود بالفيد هي 65%، معناته شنو؟ الكيو قيمته ايش قد؟ المتبقي اللي هو 35%، يعني الكيو 0.35، لأنه الكيو مثل ما قلت لكم هي كمية السائل الموجود بالفيد وليس كمية البخار. هو مطيني بخار 65%، مطيني بخار 65%، وبالتالي معناته المتبقي هو سائل، فالسائل هو 35%، معناته قيمة الكيو هي 0.35. من أطبق قيمة الكيو 0.35 بقيمة السلوب اللي هي كيو على كيو ناقصا واحد، السلوب كيو على كيو ناقصا واحد يعني 0.35 على 0.35 ناقصا واحد، طلع قيمة السلوب سالب 0.538. ايش قد طلعت؟ سالب 0.538. من اريد ارسم ذاك الوقت، بما انه هو احنا عرفنا بانه هو عبارة عن خليط، الخليط مالتنا حيكون قيمة السلوب مالتي حيكون بين من وبين من؟ حيكون قيمته بين الصفر والواحد. ف 0.58 5.38 اخذ مالته السلوب اللي هو التان انفيرس، حيطلع عندي من اقول تان انفيرس الزاويه بالضبط ما مخليها، ف المفروض هي الرسم هذا وهذا 0.58 من أصعد هنا، هذا هو حيكون بزاوية معينة 0.538 بالسالب من أخذ لتان إنفيرس حيطلع لي سالب 28، أزيد من 100 زائدا 180 حيطلع 151. يعني إذا خلي المقالة هنا جد 90 تقريبا حيكون هنا هاي 151 تقريبا، فمعناتها أجيب مصر هيجي وهذا لأنه هذا هو شنو لقيمة الكيو واحد، وهذا قيمة الكيو جد صفر. فقلنا المنطقة اللي موجودة هنا هاي المنطقة هي منطقة الخليط، وبالضبط طلع لي هنا. اوكي طلاب، هاي قيمة الفرع سي. نيجي على فرع دي. فرع دي هنا ايش دي يقول لنا؟ دي يقول لنا بانه الخليط راح يدخل للديستيليشن، الفيبر مالته
for vapor at 120 centigrade. بما انه اني درجه الحراره دائما طلاب السيستم مالتي دا يشتغل ترى بال90 تقريبا وحتى هو الريفرنس قايل لي90 فتاخذون انتم دائما لسهوله الحل مالتكم اخذوا الريفرنس مالتنا بنفس درجه حراره السيستم اللي يشتغل عندنا او بالعكس مطينا السيستم راح ناخذ التي ريفرنس نفسه هنا مطيني تي ريفرنس فاعتبر السيستم مالتي دا يشتغل بنفس درجه حراره السيستم ف التي ريفرنس مطينيها 90 معناته السيستم دا شغله بال90 بما انه فرع دي مطينيها دا يقول لي الفيبر اتش قد دا يشتغل ات 120 معناتها هو دا يشتغل اعلى من السيستم مالتي معناتها انا شنو عندي سوبر هيتد فيبر اذا شلون عرفت هذا السوبر هيتد فيبر لانه مطيني دا يقول لي الفيبر ات 120 والسيستم دا يشتغل انا عندي البولينج بوينت مالته ات 90 فمعناتها صار عندي نوع النظام او الفيد الداخل هو سوبر هيتد فيبر بما انه سوبر هيتد فيبر من اريد اطلع قيمه الكيو قلت لكم قيمه الكيو في حاله اذا كان الفيد مالتي سوبر هيتد فيبر او سب كول اعتمد على معادله 24 باي كسر تاخذه تربطوها ويا الكيو فاخذ هنا اخذ هذا الكسر هذا الكسر اللي اخذه هو معناته شنو احتاج الانثالبي مال فيبر واحتاج الانثالبي مال ليكويد واحتاج الانثالبي مال فيد ومثل ما قلنا طلاب سابقا بانه الانثالبي في هي شنو هي انثالبي مال الفيبر في داخل الديستليشن والاتش ال هي الانثالبي مال ليكويد في داخل الديستليشن والاتش اف هو الانثالبي مال الفيد اللي هو موجود قبل ما يدخل الديستليشن اذا معناتها انا لازم اطلع الانثالبي اتش في اتش فيد و اتش ليكويد هذا لايجاد قيمه الكيو في حاله السوبر هيتد شلون راح نوجد قيمته نجي على اول شيء الاتش ليكويد نجي على الاتش ليكويد الاتش ليكويد حسب القانون المعطى انه هو هذا اخذناه سابقا دائما الدلتا اتش اس اعتبره صفر لانه بيور كومبوننت فالدلتا اتش اس راح نعتبره قيمته صفر اوكي طلاب بما انه قلت لكم التي ريفرنس هو نفس التي اللي بدنا نشتغل عليه كسيستم معناتها هذا شنو عندي اني معناتها هذا عندي قيمته كلها حيصفر لانه هاي درجات الحراره تي ناقص تي نوت هو عند 90 سيستم مالتي فالاتش ال راح اعتبره قيمته صفر حيكون قيمته صفر لانه دلتا تي قيمته صفر هذا اول واحد الدلتا اتش او الاتش ال نيجي هسه لحساب قيمه الانثالبي اوف فيبر لحساب قيمه الانثالبي اوف فيبر حسب هاي المعادله مالتنا هاي المعادله بما انه الاتش في هو عباره عن سوميشن للكومبوننت فاول معادله هي للبنزين وثاني معادلة هي للتلوين اوكي اللي راح يصير عندي نصفرها راح يصفر هذا الحد ويصفر هذا الحد ليش يصفر هذا الحد وهذا الحد لانه قلنا الدلتا تي يساوي لنا قيمته صفر لانه فرضنا درجة الحرارة الرفرنس هي نفس درجة حرارة السيستم ايش يبقى لي طلاب يبقى لي فقط من هو راح يبقى فقط عندي هذا بيش مضروب في اللامدة وهذا بيش مضروب في اللامدة اوكي المشكلة وين ما عندي المولكلر ويت ويا اللامدة مطينيها بالسؤال المولكلر ويت للتلوين ويا في اللامدة مطينيها بالسؤال انا عندي الهسة فقط عندي لازم اطلع قيمة الواي بي ستار والواي تي ستار الواي بي ستار والواي تي ستار شلون اطلعها انا ما مطيني اياها انا مطيني شنو مطيني النسبه هذا هو شنو هذا قلنا 45 وهذا هو الاكوليبريم ديتا الزت المطينيه هنا المطينيه ك ستار شلون اطلع مو مطيني 0.58 وين او اسقطه اصعد فوق
صعدت فوق مو على 45 على الإكوليبريوم. ليش على الإكوليبريوم؟ لأن أكو ستار أنا داريد واي ستار، معناتها الواي ستار قيمت المادة at vapor phase at equilibrium. فمن الـ 0.58 المطيني إياها مال الـ X feed أصعد فوق وين؟ على الإكوليبريوم، وصلت هنا. وين أروح؟ أروح أفقي، أروح أفقي، هاي أسقط على الـ Y axis. إيش راح أطلع؟ راح أطلع الـ Y بنزين ستار. ليش بنزين؟ لأن الـ 0.58 اللي أخذتها منا وصعدتها فوق على الإكوليبريوم ديتا وبعدين أخذتها أفقي على الـ Y axis هي مال بنزين، فطلعت مال بنزين. إيش قد طلعت البنزين؟ طلعت هياتها 0.78 من الرسم. إذا 0.78 مال بنزين طلعتها من الرسم، فاللي هي قيمة هاي اللي موجودة بالمعادلة طلاب، قيمة الـ Y بستار. من طلعت 0.78 وعندي الوزن الجزيئي مال بنزين وعندي اللامدا مال بنزين، خلصت هاي هذا القيمة. نجي هنا الواي ستار تلوين هي تكملة مال الواي البنزين. إذا 0.78 طلع لنا البنزين، إذا بوينت إيش قد راح تطلع مال التلوين؟ اللي هي 1 ناقص 0.78. مال التلوين هي نقصها من الواحد لأنه هي تكملة الفراكشن مال البنزين. فالتلوين هو عبارة عن قيمته 1 ناقص 0.78 للبنزين، والوزن الجزيئي مال التلوين عندي فول لامدا مال عندي، فطلعت قيمة الـ H vapor، طلعنا قيمة الـ H vapor. هاي الـ H V والـ H liquid طلعناها. نيجي على الـ HF، نيجي على الـ HF شلون نطلعها. الـ HF قلنا طلاب هي الانثالبي مال الفيد قبل ما يدخل للديستيليشن. فهنا جاي يقول لنا وي اسيوم ذا 0.58 اللي هي نسبه البنزين اللي موجوده والتكمله مالته 0.42 مال التلوين، اول مره راح يتبخرون بصوره مفصله، بخرهم اول مره بصوره مفصله بيا درجه ب 90 سنتيغريد اللي هي درجه حراره السيستم راح نشغله، وبعد ما يتبخرون ورا ما يتبخرون هاي الفيبر راح نسخن لل 120 اللي هو دي يريده، وبعد ذلك راح شنو راح نجمعهن، راح نجمعهن اوكي وندخله للديستيليشن. فال اتش اف مالتنا هو عباره عن حاصل ضرب اللي هي 0.58 قيمه الاكس بي في 30770 اللي هو عندكم هنا قيمه اللامدا والسي بي وفرق درجات الحرارة. درجات الحرارة هنا حسبها مو راح نصفرها مثل ما حسبنا قيمة الـ HL و HV، لا، درجات الحرارة هنا اللي هي مو T ناقصا T نوت التي الخليط مالتي دي يفوت الـ 120 ناقصا الـ 90 نوت الـ reference. فعن طريق هاي المعادلة راح نحسب قيمة الـ HF، ورا ما حسبنا قيمة الـ HF ننزل قانون الـ Q اللي هو يحتوي على الـ H vapor والـ H liquid والـ H feed، وأطبق الأرقام الموجودة هنا راح أوجد قيمة الـ Q، راح أوجد قيمة الـ Q، ورغم وجود قيمة الـ Q راح أطلع قيمة الـ intercept، راح أطلع قيمة الـ intercept. هذا الـ intercept اللي هو ناقصاً XF أو ZF اللي هي سالب 0.58 على Q ناقصا 1، الـ Q أنا هسه طلعتها هاي، فطلع قيمته 0.521. 0.521 طلاب اللي هو الـ intercept. يا نوع الـ intercept هذا من هو؟ هذا superheated. مو قلنا superheated؟ شلون أرسمه superheated؟ شلون أرسم superheated؟ من عندي رسمت أنا هذا وخط الـ 45 والإكوليبريوم ديتا، وقلنا هذا الـ 0.58 وإجي 0.58 معناتها هنا، شلون أرسمه؟ هذا السوبر هيتد اللي هو موجود خاصيته بأنه يقطع منه الـ Y axis، Y axis السوبر هيتد يقطع الـ Y axis. من يقطع الـ Y axis معناتها أنا أفضل بأنه أحتاج شنو؟ أحتاج الـ intercept
احتاج الانترسبت افضل من يقطع الواي اكسس قلت احتاج الانترسبت الانترسبت اقصد بالواي اكسس هذا الصفر الى اوصل قيمه البوينت 52 اللي انترسبت اللي هو تقريبا هنا بوينت 52 نقول هاي بوينت 52 من هذا الانترسبت هذا الانترسبت اجي من النقطه اللي هي موجوده للاكس فيد الى الانترسبت اوصله هذا هو الكيو لاين هذا الكيو لاين هذا الكيو لاين مال مين هو الكيو لاين هذا مال سوبر هيتد اللي هو يقطع الواي اكسس هذا الكيو لاين مال السوبر هيتد اوكي هذا الحاله اللي قلناها في حالة إذا كان الفيد ماتي سوبر هيتد ومسخنه بدرجة حرارة 120 الحالة الأخيرة إذا قال الفيد ماتي مسخني بارد بدرجة حرارة 50 سنتيغريد معناته 50 أقل من درجة الحرارة السيستم اللي أشتغل عليه الخمسين أقل من درجة حرارة السيستم اللي أشتغل عليه وبالتالي معناته أنا عندي الفيد ماتي شنو سب كولد معناتها الفيد ماتي سب كولد اوكي طلاب هاي معناتها شنو نفس الاسلوب اللي اشتغلته في حاله اذا كان الفيد ماتي سوبر هيتد اشتغله للسب كولد اذا من اريد اوجد قيمه الكيو احتاج منه مثل ما قلنا اتش فيبر اتش ليكويد و اتش فيد طلاب الحاله هاي والحاله اللي قبلها مع سوبر هيتد ترى ما نعيد حسابات دائما الـ HV والـ H liquid لأن هاي الحسابات مال قلنا مال الـ liquid والـ vapor في داخل الـ distillation. أنا هذا الفرع الـ E والفرع اللي قبله مال سوبر هيتد ده يشتغل فقط على الفيد ده يشتغل فقط على الفيد. إذا أنا شغلي كله حيكون وين؟ حيكون بلعبي بالـ HF بالـ HF فيبقى الـ HV والـ H liquid هو نفسه بس الـ HF هو اللي يتغير فلازم هنا بهذا الفرع أعيد حساب فقط الـ HF أعيد حساب فقط الـ HF ونفس الأسلوب هاي من جدي يقول لنا بأنه الفيد دي يدخل لنسبة 0.58 للبنزين و 0.42 للتلوين هو مبرده ومبرده لدرجة حرارة 50 بصورة منفصلة ويا ذاك الوقت نخلطه ونفوته للديستليشن نفس المبدأ مال السوبر هيتد إذا دي يتغير فقط عند قيمة الـ HF فأعيد حساب فقط قيمة الـ HF أعيد حساب فقط قيمة الـ HF الديتا كل شيء موجودة عندي نفسها مع سوبر هيتد بس ما عدا أحسب شنو قيمة الدلتا تي يختلف هذيك الساعة كان الدلتا تي 120 ناقصا 90 هالمرة لأنه سب كول حيكون 50 ناقصا 90 50 ناقصا 90 وبالتالي راح اعيد حساب قيمة الـ HF من حسبة قيمة الـ HF هذا قدامكم طلع قيمته راح ارجع اوجد ارجع اطبق نفس القانون مال Q ويطلع لقيمة الـ Q 1.2 هذا قيمة الـ Q 1.2 مال من هو طلاب مال السب كولد سب كول طلاب السب كول دائما طلاب مثل ما قلنا السب كول هو شنو هو يقطع الـ X-axis السبكول يقطع من هو الـ X-axis فإذا ما طول يقطع الـ X-axis هذا فمعناته أفضل أطبق قانون الانترسبت لإيجاد جد قيمته الانترسبت ويا من؟ ويا الـ X-axis ZF على Q ويا الـ X-axis مو مثل مال الـ Y-axis ما سوبر هيتد ZF.58 والكيو طلعناه 1.2 هسه طلعناه راح يطلع الانترسبت مالتي 0.48 0.48 مثل ما قلنا اول مره نعين ZF اللي هي 0.58 هنا وصعدها فصارت هنا اوكي من اريد اسقط الانترسبت ويا الاكس اكسس ويا هذا حيكون تسقيطي حيكون ويا هذا الاكس اكسس الفوق الاعلى اللي هو يشتغل بالعكس ترقيمه حيبدي من الصفر منا 0.48 تقريبا هنا هاي 0.48 484 اللي طلعتها الانترسبت حيكون هذا الانترسبت فراح اوصل هسه بين الزت اف الى الانترسبت حيكون هنا فهاي هي نقطه
فهذا هو الكيو لاين، هذا مالتي الكيو لاين في حالة السبب. فإذا مثل ما قلنا أعيدها، أعيد الرسم على مود يكون واضح قدامكم أكثر. راح هذا هو المربع، هذا خط الخمسة وأربعين، وهذا الإكوليبريم مالتي ديتا. هذا هو الزت اف اللي هو ايش قد قيمة الزت اف؟ 0.58. أصعد يوصل هنا، هذا هنا وأتوقف. أجي الحالة الثانية أشوف الانترسبت، الانترسبت ما طول عندي موضوعي سب كولد، إذا الانترسبت حيكون ويا الإكس إكسز، وهذا هو قانون زت اف على كيو. من أطبق الأرقام بيطلع قيمة الانترسبت مالتي 0.584. هذا ويا من 4.84 الانترسبت ويا الإكس إكسز، يا وين الإكس إكسز؟ مو بالأسفل، بالأعلى هذا. فالانترسبت مالتي حيكون يبدي من الترقيمة من صفر إلى هذا 0.48. فأجي أوصل هالمرة من النقطة مع زت اف إلى الانترسبت اللي هو هذا، فصار هذا هو الكيو لاين، هذا الكيو لاين. هنا طلاب بنهاية هاي الفقرة نكون عرفنا شلون نرسم في حالة خمس أنواع من اللاين اللي يعطونا إياها، بس هو كنظام واحد، هو يجيكم بس نوع واحد كمسألة حسابية، يجيكم بس نوع واحد. بس أنا شرحت لكم معظم الحالات اللي راح تجي بهذا الصيغة. الصيغة هذا هو طلاب اللي حكي اللي حكينا، الحكي اللي حكينا حسب الرسم الموجود عندكم هنا. بس هنا اكو فالشغلة عرفوها طلاب، اذا تريدون ترسموها بهالصيغة او ترسموها تنزلوها مال الفرع اي، هو المفروض يكون بهالصيغة، يعني هذا البوينت 4.8 اللي حسين بالاخير، او هو هيجي ويرسم يصعد للاعلى. واكو واحد اللي هو هنا بس اكو هذا فرع سي طلاب، العفو هذا فرع بي، هذا فرع بي وهذا فرع اي، لانه قلنا هاي بس هاي خلوها ببالكم، فرع اي اللي هو فيبر فيبر، وهذا فرع بي هذا ليكويد ساتوريتد ليكويد. هاي هي الرسومات اللي موجوده رسمتها من حكيت عليها بالتفصيل، هنا نلمها كرسم واحد. بس قلت لكم هي كل سيستم يجي لواحد فقط. هاي طلاب إن شاء الله ننهي الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة، أرجو أن استفاديتوا من المعلومات التي تحتويها في إيجاد ورسم الكيو لاين، وأستودعكم الله.